الله، ايه يا عم انت في ايه؟ هو كله زق زق كده يا جدعان؟ انا مش فاهم حاجه. طيب يعني انت مش عايز تعترف؟ ماشي، خدوا صاحبه ودوه للنمل. اما انت بقى هتعترف كويس قوي لما تنزل هنا في الزيت المجد. لا خلاص، انا مش عايزك تعترف. وايه اللي انت لابسه ده؟ لابس لي بدله وبابيون. حرام 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 حرام. مفيش اي بدله خالص. مش عايز اروح الحمام خلاص. حاضر يا فندم. هنا انا فين؟ انا فين؟ انت في مقر المخابرات العامه يا ميدو. المخابرات العامه؟ طب وحضرتك مين؟ انا العميد سالم متولي. عميد؟ سيادتك عميد؟ اهلا 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 يا سالم بيه. اصل انا خفت قوي، اصل هم مجرجريني من الصبح. انا الحمد لله. قول لي يا ميدو. ها يا فندم. انت بتحب مصر يا ميدو؟ مصر طبعا يا فندم، ومين ما يحبش مصر؟ مصر دي أمي. طيب لو مامتك عزتك في عملية خطيرة، عملية مهمة محدش يقدر يعملها غيرك، توافق؟ يا فندم بس أنا مش دكتور. أوافق يا فندم أوافق، هاتوا العيان وأنا أعملها على طول لحضرتك. المهمة كبيرة وصعبة، وبعد التحريات اللازمة البلد اختارتك لتنفيذ المهمة. ومين في البلد بالتحديد يا فندم اللي اختارني؟ نفسي أشكره. مش مهم، أنا مراهن عليك. لا هتكسب الرهان يا فندم. ممكن أعرف بقى إيه المهمة بالظبط حضرتك؟ هتعرفها بعد شوية تدريبات واختبارات لتجهيزك للمهمة. جاهز؟ جاهز يا فندم. أهم حاجة عندي يا ميدو إن محدش يحس بحاجة. طبعا. أبوك نفسه ما يعرفش حاجة. طبعا طبعا. التدريبات هتتم في سرية كاملة. هتروح كل يوم بعد التدريبات وتجيلي هنا الصبح. حاضر. دي شنطة هدوم لزوم التدريبات. ومين اللي جاب لي الهدوم دي يا فندم؟ مصر يا ميدو. ومصر عرفت مقاسي منين؟ Thank you.
ودلوقتي يا ميدو ده اختبار اسمه الثبات الانفعالي. ثبات مين حضرتك؟ الانفعالي. بمعنى كيف تصمد امام امرأة شديدة طاغية الانوثة دون ان تنفعل دون ان تتأثر؟ قصدي حضرتك لو واحدة يعني مزة جامدة يعني ما تأثرش بالحاجات. حاضر حاضر انا حجر. مش هتقدر تغمض عينيك.